في الحقيقة أجسامنا مليانة بتريليونات الكائنات الحية الدقيقة اللي بيفوق عدد خلاياها خلايا الجسم نفسه. يعني دي عبارة عن البكتيريا، الفيروسات، الفطريات الدقيقة، الحاجات دي مجتمعة كاملة كده بيسموها طبيا الميكروبوتا، ودي بيطلق عليها أيضا اسم الميكروبيوم، ودي حاجة بتحافظ على صحتنا بعدد كبير من الطرق. على سبيل المثال بتساعدنا على هضم وامتصاص العناصر الغذائية، بتدرب جهاز المناعة علشان يحمينا من الميكروبات الضارة ويحمينا أيضا من الالتهابات المزمنة. حاجات كتير الحقيقة العلم بيكتشفها يوم بعد التاني، سواء من خلال فيتامينات مختلفة بتساعد الجسم وبتقيه من العديد من الأمراض أو الأورام، أو حتى كتقليل للعوامل المسببة لها، وأيضا بتحافظ على صحة الإنسان بشكل عام في غذاء متوازن وفي أسلوب حياة كده بيضيف كله مع بعضه. يعني فكرة الغذاء المتوازن مع الحياة الصحية السليمة، النوم السليم الكافي، كل هذه الأمور بتخلينا نتكلم عن شق من الصحة. خلونا نتعرف عليه مع الدكتور محمود الأفندي، أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، وبينضم إلينا عبر سكايب من موسكو. بنرحب بحضرتك يا فندم. صباح الورد سيدة الكريمة وسيد الكريم. يا دكتور، إيه موضوع الميكروبيوم ده؟ طبعا يعني هقول لكم امر مهم جدا، هو انه الانسان بشكل عام فقط فيه خلايا بشريه 43%، الباقي كله خلايا جرثوميه او الميكروبيوم، خلايا فطريات وجراثيم وفيروسات تعيش داخل جسم الانسان. الميكروبيوم هو الفلورا الانسانيه، الفلورا الجرثوميه الموجوده داخل الانسان. بشكل عام المركز الحقيقي تبعها هو في الامعاء الغليظه. تعيش وهي مسؤوله تقريبا منذ ولاده الانسان، مسؤوله عن نمو الانسان وعن ما يسمى تركيب خلايا الانسان. يعني فعليا الانسان بينمو عن طريق الخلايا الجرثوميه منذ ولاده الانسان. يعني حتى تصوري انه الانسان عندما يولد في طريقه ما يسمى عمليه جراحيه غير الانسان الذي يولد عن طريق الولاده الطبيعيه. يعني حتى الولاده الغير طبيعيه يكون الانسان يعني الجرثومات اقل، لانه لم يختلط الانسان بالسوائل المهبليه فيكون الجراثيم عنده اقل. فالجراثيم هي اساس نمو الانسان منذ ولادته وحتى وفاته. لذلك يعني على سبيل المثال الانسان الخلايا البكتيريا والميكروبيوم الموجوده داخل جسم الانسان هي اللي عن طريق الناقل العصبي موصوله مباشره مع الدماغ. يعني بتفرز الهرمونات نمو الانسان، تربز هرمونات السعاده وهرمونات الراحة النفسية. يعني الإنسان اللي عنده ألم في معدته إذا في عنده خلل في البكتيريا داخل جسمه وفي المعدة وفي الأمعاء بيؤدي فعليا إلى الاكتئاب حتى، يعني وبيؤدي إلى أمراض أخرى وأمراض في الجهاز العصبي. فالميكروبيوم الموجود داخل جسم الإنسان ولو حصل له خلل يا دكتور، يعني في حال حدوث خلل للميكروبيوم ايه اللي بيحصل لجسم الانسان؟ يعني انا حتى لو هتكلم على البكتيريا على سبيل المثال، البكتيريا في بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره، لو حصل خلل في هذا الامر ايه اللي ممكن يحصل للانسان؟ هو دائما هو داخل اسمه هناك بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره، ولكن البكتيريا النافعه دائما تقضي على البكتيريا الضاره. ولكن نتيجه خلل في الغذاء الانسان، يعني الخلل في الغذاء او تناوله المضادات الحيويه بيؤدي فعليا الى زياده عدد البكتيريا الضاره، هذا امر مهم جدا. وبيؤدي بينقص درجه الحموضه في معده الانسان اللي هي نقص حمض الكلور SCL، بيؤدي الى اضطرابات هضميه، وبيؤدي الى عدم العمل، يبطئ عمل البكتيريا داخل جسم الانسان. فبيؤدي اول شيء يعني عسر الهضم بيؤدي الى عدم افرازات خلايا لنمو الانسان، يعني نمو الانسان بيضعف، بيؤدي الى اضطرابات في الجهاز العصبي، الى امراض عديده ايضا. يعني حتى الانسان بيضطر يروح على دكتور نفساني ياخذ حبوب وهو مش لازمه، المشكله عنده في الجهاز الهضمي. يعني امراض الجهاز العصبي وامراض جهاز الانسان نفسه، لانه خلايا النمو بتضعف نتيجه عدم استخدام الغذاء بشكل كامل. يعني وقت نحن بناكل الاكل هو غذاء، فالبكتيريا بتحوله الى خلايا وهرمونات وانزيمات، فلما بصير خلل ما بتحول الخلايا، ما تنمو الخلايا جسم الانسان، فبيؤدي الى امراض عديده، ضعف النمو، ضعف فقر الدم،
امراض كثيره جدا بتحسب نتيجه عدم الغذاء بشكل طيب كامل. ايه الاسباب اللي تخليها دكتور بالشكل السليم والنسب المعتاده اللي المفروض تكون في جسم الانسان، وايه اللي ممكن يشكل نقص فيه وبالتالي ندخل في مشاكل؟ شوفي، الانسان بشكل عام اللي بيتغذى غذاء سليم دائما بيكون نسبه الغذاء، نسبه البكتيريا النافعه موجوده بشكل اكبر، وهي يعني هي مسيطره على جسم الانسان. ولكن نتيجه انه دائما الانسان النباتي بيكون اقل عرضه لزياده البكتيريا الضاره. ولكن الانسان اللي بياكل لحمه كثير وخصوصا اللحوم اللي بيسموها نص جاهزه، الرجوع للطبيعه واللحوم اللي مش مصنعه الخضار، ايوه يعني زي ما بيقولوا الحليب، زي ما بيقولوا الاكل دائما يجب زيادته باللبن والزبادي دائما بالعصريات. اكثر الجراثيم موجوده في الحليب وموجوده في اللبن وموجوده ايضا في الاكل في الغذاء اللي بنسميه مخلل، اللي بيسموه عندكم الترشي او الحاجات دي، او الاكل المخلل فيه بكتيريا كثير، فبيؤدي الى زياده الخلايا بالاضافه للخضار. فدائما الاكل الطبيعي بعدم الافراط في اللحمه، عدم الافراط، عدم تناول ماكولات اللي بسموها نصف جاهزه، يعني الاكلات اللي دائما بتكون مجمده وتكون نصف جاهزه في عصر هضم كثير بتؤدي فعليا الى خلل في النظام. فالعلم الحديث بيقول اهم شيء عند الانسان هو الميكروبيوم، عندما يكون الميكروبيوم بخير كل الانسان طول عمره بيعيش بخير وبيقص الامراض، يعني حتى بيقولوا امراض السرطان ايضا الخلايا البكتيريا بتاثر، اذا الانسان دائما عنده عسر هضم يمكن يؤدي فعليا بالمستقبل الى امراض سرطانيه وخصوصا سرطان الامعاء او الكولون. هذا امر مهم جدا. طب الميكروبيوم المعوي ليه بيمثل يعني درع واقي من العوامل المسببه للامراض الجهاز الهضمي، الجهاز التناسلي، الجلد، الفم؟ وش معنى الميكروبيوم المعوي تحديدا يا دكتور؟ لانه نحن وقت بناكل الاكل بشكل عام هو بروح فين؟ للمعده، وبعدها بروح للامعاء. فمين بيحول الاكل لخلايا بشريه بيعطي لهرمونات نمو وبيعطي لانزيمات وفيتامينات؟ هو البكتيريا بشكل عام. يعني اكتشافات حديثه بيقول اللي بيشتغل كل الشغل، نحن بنفكر العصارات الهضميه، العصارات الهضميه ما بتشتغلش الا اذا فيها بكتيريا. فالبكتيريا النافعه هي اساس او ماكينه جسم الانسان، يعني عندما بتاكل اكل عشان ينتفع منه جسم الانسان، البكتيريا هي اللي بتقوم بالعمليات بالافرازات وتحليل الاكل اللي دخل جسم الانسان وتحويله الى مواد نمو وخلايا وما يسمى انزيمات وهرمونات، هي فعليا هي المسؤوله عن كل ده. فبيؤدي هذا بيؤدي انه ماكينه الانسان او ماكينه جسم الانسان هو البكتيريا، فاي نقص او خلل في هذه الجراثيم النافعه بيؤدي فعليا الى اضرار كبيره جدا في كل انحاء جسم الانسان. ايه الاضرار بقى يا دكتور؟ ايه الاضرار او ايه الامراض اللي ممكن الانسان يواجهها لو نقص هذا العنصر تحديدا من الجسم؟ اذا كان الانسان يعني من صغره وعنده مشكله في البكتيريا بيؤدي الى ضعف النمو، بيؤدي الى فقر الدم، بيؤدي الى خلل في النمو، يعني بياخذ بيبقى قصير، شو يعني بيبقى النمو عنده مش طبيعي. اذا كان الانسان يعني كان عمره فوق ال 25 سنه بدات عنده الاضطرابات، بيؤدي فعليا لامراض كثيره اغلبيتها الامراض النفسيه والعصبيه، خلل في الجهاز العصبي، لانه البكتيريا هي عندها موصوله بالدماغ، الطريق رايح جاي، فالمعلومات اللي بتطلع من دماغ الانسان 90% بتاتي من البكتيريا، فاي خلل في نقل المعلومات من معده الانسان الى الدماغ بيؤدي الى امراض وتخليل في الجهاز العصبي وتشنجات عصبيه، بالاضافه صحيح. الى الامراض المعويه وخصوصا امراض اللي بتحصل في الكولون وبتحصل في الامعاء الدقيقه وفي الامعاء الغليظه، يعني انتقال الجراثيم الامعاء الدقيقه هي بتعيش بالامعاء الغليظه، انتقال الامعاء الدقيقه بيؤدي الى حتى سرطان الامعاء، هذا امر مهم جدا، وبيؤدي ايضا الى ضعف الاكسجين في الدم، المناعه بشكل عام. صحيح صحيح، نقص المناعه ونقص المناعه صحيح. صحيح. على اي حال احنا بنشكرك يا دكتور. دكتور محمود الافندي أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، شكرا جزيلا لحضرتك. كلام خطير ولازم يوضع الحقيقة في الحسبان، لأن طريقة الأكل الغير صحية أو الأطفال والشباب بيتجهوا له من الأكل سريع الطهي أو الوجبات السريعة أو اللحوم المصنعة، يمكن بناخدها بشكل سهل لكن أضرارها وسلبياتها بتكون أكبر بكتير.